المنتخبات يعني المنتخبات السنة دي فيه مسلسل كبير. أكثر مسلسل لفت انتباهك؟ جودة أكثر مسلسلات أشدت فيها نظرا لأن حكم الكتاب الجليلة لا يوجد مفتاح في العالم إلا لو كان صدر حاجة كبيرة. ففكرة إن إحنا نغطي الجانب بتاعه على الخيال المتسع المتسع عن الدائم اشتغل حاجة شديدة الحسنية وبتمنى إن سنة 2020 ده كتاب من أهم الكتب في التاريخ لأي عالم حتى مش مبدع فرق فني وأدبي لكن لو عالم الخيال هو اللي بيخلق أي تفاصيل الاستريتش بتاع الخيال ده من خلال تشكيلتك على ده لو هو ممكن ليه مسكون كل تأكيد عليه يطلع عمل كل مبدع يقدم عمل هو مقتنع فيه وحاسه جدا فانا اهم حاجه السر اي فن بتصير له ده لازم يقدم عمل كويس وعمل ممكن تعملي عن علاقه علاقه يعني علاقه بسيطه جدا عن شخص والقطه بتاعته يطلع فيلم النهارده ممكن تعملي فيلم عن يعني فالقضية كلها بتبقى الست انت صادق اللي انت بتقدمه فلازم يطلع عمل صادق وعمل يمس في اكتر فيلم يعني ان شاء الله كده عايزين نعرف ايه اللي جاي في افلام حضرتك في حاجه بعد العيد باذن الله كده هبقى فيلم كتير لسه يعني بشتغل عليه هل في اي تفاصيل ممكن نعرفها؟ لا مفيش تفاصيل لسه بكتبها خالص طيب عادي احنا قناه ايه قناه ستات وبنات ممكن تنصح ايه ستات وبنات تتفرج دلوقتي عليها؟ اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بس كده اشكرك جدا يا سيدي